الآن هنا في جسر السلام بمنطقة النقبة بمديرية حبان، وقد تم تدشينه اليوم لإنهاء معاناة 5 سنوات من المعاناة لدى المسافرين. هذا الجسر الذي يبلغ طوله 42 متر بارتفاع 14 متر وكذلك بعرض 10 متر، اليوم السلطه المحليه تدشن هذا الجسر وتنهي معاناه المسافرين. معنا نائب مدير الاشغال شويه، معنا نائب مدير الاشغال يحدثنا عن الجسر، تفضل. اليوم الحمد لله الذي افتتح جسر السلام اليوم، وهو من المشاريع الاستراتيجيه الذي تنفذ على حساب السلطه المحليه، والذي سيقوم بخدمة المواطنين من ما يسلكون ويوفر المعاناة عليهم. ونحن بدورنا في مكتب الأشغال لدينا عدة مشاريع ستنفذ في الأيام القريبة الواجية. كم تكلفة الجسر؟ إجمالي تكلفة الجسر 2,400,000 دولار، نفذ على حساب السلطة المحلية من عائدات النفط. مشاهدينا الكرام، كما تشاهدون الناس هنا موجودون احتفالا بهذا المنجز العظيم الذي اليوم يتم الإعلان عن بدء افتتاحه ومرور المركبات من خلاله، وهو يربط بين محافظتي شبوة وأبين وكذلك عدن. وقد سبب تدمير هذا الجسر في 2015 معاناة كبيرة لدى المواطنين والمسافرين على وجه الخصوص، لكن اليوم تنتهي هذه المعاناة بعد أن تم تدشين الجسر والعمل فيه أو المرور فيه اليوم. أبو بكر حسين لقناة بلقيس شبوة.